توا مشاهدين كرام أنا نبي نحكي معاكم في كلام طبعا هذا أنا مش محتاجة لأن الكلام راح يكون من القلب للقلب. ليش؟ لأن في بعض الأشياء دائما نحتاجه من يجي ويقولها لنا، في بعض الأشياء ربما احنا نكون عارفينها ولكن للأسف ما نطبقوش فيها. اتمنيت لو كان في يوم من الأيامات إن جاني حد وقال لي هالكلام اللي أنا راح نقوله توا لكان المكان اللي وصل له أكبر من المكان اللي وصل له توا بهلبة. زمان لما يجيني حد ويقول لي لازم تكون عندك عزيمة على طول نقول له لا عندي عزيمة. العزيمة والإصرار مش مجرد كلمة إنك أنت تقولها وخلاص، هما إحساس بالمسؤولية باش توصل وتحقق أهدافك اللي أنت بنيتها وأسست لها تصور، فلازمك عزيمة قوية ونفس طويل. على فكرة مش من أول طيحة تهرب وتستسلم، حط حلمك قدامك وتمسك به عادي يعني. وكان طحت، طيح مرة، طيح اثنين، ثلاثة، عشرة، مية، مش مهم، المهم انك انت توصل. مش مهم انك انت تفشل او عيب انك انت تفشل، مش عيب انك انت تاخذ كفوف من الدنيا، ومش عيب انك انت تتمرمد، لان الدنيا مش راح تعطيك شيء من الاول. المهم انك انت تستمر وما توقفش. وعلى فكرة ما تراجي حد وما تراجي شيء من حد، لان مش راح تلقى حد يعاونك. عاون روحك، استند على روحك، ما تراجي حد انك كده تستند عليه. ريت حتى لو لقيت كل الناس ضدك، وراح تلقى هلبة ناس ضدك، وراح تلقى ناس تنتقدك، وراح تلقى ناس ان هي تحاول تحبطك بمجرد ما انك انت قاعد تحاول او حاب تدير شيء. راح تسمع منهم هلبة كلام، ما تقدرش، صعب عليك، مش راح تفلح، فاشل. رد بالك تلتفت، ما تسمحش لحد يخليك تتراجع ولو خطوة للخلف. خدها مني وانا كمحمد منير نقولها لكم عن تجربة، يعني مش كلام من فراغ او نبيع في كلامه خلاص، لا، كلام عن تجربة، شيء انا مريت به، ياما حاجات اني انا هزيت عليها وفي ساعة ما استسلمت للفشل وللأسف ما وصلتش، وفي حاجة تانية اني انا اصريت على اني نوصلها ووصلت لها. لو ما كانتش عندي عزيمة راني اليوم مش واقف مذيع في التلفزيون وألاف وملايين الناس يتفرجوا علي. إلا أو مش راح توصل إلا في حالة واحدة، هي إنك أنت ما سعيتش، ما جريتش ورا حلمك. ربي سبحانه وتعالى شين قال لنا؟ قال لنا أسعى يا عبدي وأني نسعى معك. المهم من هذا كله، ريت بعد ما توصل وبعد ما تحقق الشيء اللي أنت كنت تحلم بيه وتحارب عليه خاطرة، ريتوا كل الناس اللي كانوا ضدكم وتحارب فيكم، هذه أول ناس راح توقف وتصفق لكم. وأنا ديما نقول فيها العبرة وين تكون؟ ديما تكون في النهايات. هذه كانت فقرة أكسجين، نتمنى أن أعطيتكم ولو شوية أمل. عمرك ما تستسلم للفشل، وزي ما قلت لكم نعاود، أنا شخصياً في حاجات سلمت روحي للفشل وفشلت فيها، لكن لما أنا نسكر على راسي موصل، وفي هلبة حاجات وصلت لها.